وإلى ميلانو، حيث تتجه الأنظار إلى الجناح الكويتي في معرض إكسبو 2015، حيث تمضي الاستعدادات قدما لفعاليات اليوم الوطني المقرر بعد غد بحسب التاريخ الذي يقع عليه الاختيار من قبل جناح كل دولة. هذا ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الوطني افتتاح مسرح إكسبو ميلانو العالمي ودعوة الدول والمشاركة أو الدعوة الدول المشاركة والعديد من الشخصيات المهمة لهذا الافتتاح. أتمنى أن فرقة التلفزيون هم بالليل يعزفون نفس المكان. ليش؟ لأن ليش؟ لا، المنظر جميل، الأشرعة راح تشتغل الإضاءة يعني بشكل علم الكويت، هو أجمل شيء بالليل جناحنا. استعدادات فريق وزارة الإعلام لليوم الوطني لجناح دولة الكويت في الإكسبو ميلانو 2015 تتواصل على مدار الساعة، سعياً وراء إبراز صورة دولة الكويت ومشاركتها في اليوم الوطني لجناح دولة الكويت في 30 من الشهر الجاري في إكسبو ميلانو. هذا باب الجناح، هو هني راح يوقفون، يدخل داخل بعد السياج ويوقف ويقابلهم بهالجهة من داخل الجناح، ما يوقف بدكم واحد. عدة اجتماعات يعقدها المفوض العام ومساعديه لتنظيم مشاركة الوفود الفنية والثقافية والعلمية استعدادا لليوم المرتقب الذي يسعى القائمون على الاجتماع إبراز مشاركة الكويت بأفضل صورة ممكنة. اجتماع آخر مع إدارة الإكسبو لوضع التفاصيل الأخيرة، بالإضافة إلى ترتيب التجهيزات الفنية والتقنية مع إدارة الشركة المشغلة لجناح دولة الكويت في إكسبو ميلانو 2015. هذا بالإضافة إلى أن الاستعدادات الدعائية وصلت إلى معظم محطات المترو في إيطاليا، حيث يبرز شعار دولة الكويت في اللوحات الدعائية. استعدادات اليوم الوطني لجناح دولة الكويت في الإكسبو تتواصل على مدار الساعة، حيث نرصد لكم العمل الدؤوب الذي يقوم به فريق وزارة الإعلام المشارك في إكسبو ميلانو. أحمد الطراح، تلفزيون دولة الكويت، إكسبو ميلانو.